بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخوكم بالقاسم في فيديو جديد اللي نديروا فيه شوية تاع التحليل. قبل ما نبداو الفيديو من فضلكم تبعونا في اليوتيوب، فيسبوك، تويتر، تشاركوا في القناة من فضلكم، على نطاق واسع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أخوكم بالقاسم من جديد في فيديو حبيت نديره باسكو راني يعني لاحظت اون ملتيبليكاسيون يعني تاع هذو الخونة، يعني كل مرة يخرج لنا واحد. درت فيديو على هذاك كبير شباكوا بسودو إكريفان ماروكو ألجيريان قبل، يعني راهم كل يوم يخرجوا لنا هذو الناس يعني من يعني ما نستناوهمش يخرجوا لنا ويضربوا في الجزائر. يعني ما فهمتش انا هذو الناس يعني كيفاه عندهم الجنسيه الجزائريه، وخاصه لاحظوا ان هذو الناس يعني ما نتكلمش على هذوك المعروفين، هذوك ما نديرهمش بيبيسيتي، زيت زيت المازدا وكاع الجماعه، كاين بزاف خاصه هذو اللي عندهم دوب ناسيوناليتي مروك الجزائر، سيستيماتيكمون يجيو مع المروك. ولهذا نطالب يعني الدولة الجزائرية تعود النظر يعني في قانون الجنسية، لأن هذو الناس يعني خاص سي دي شوفال دي شوفو دو تخوا، يعني يعني ما طابور خامس، يعني ما تقدرش تأمن فيه، يعني غدوة لو كان راهي تكون حرب يعني كيف هذو الناس يديروا لك. اليوم رانا في سلام، غدوة بالك ندخلوا في حرب. وبالتالي ما نقدروش نتقبلوا ان يكون يعني ناس يعني حاملين الجنسيه الجزائريه. جو كونسيدير الجنسيه الجزائريه لسو ميريت، يعني ماشي باسكو باباك ولا يماك راهم جزائريين راك جزائري، سا سميريت، لان اسم الجزائر كبير، لان ما وراء يعني الدوله الجزائريه هو تضحيه جسام، هو دم شهداء. وكونك جزائري حامل الجواز هذاك الاخضر لازم تكون وفي لدماء الشهداء. هذه هي، دونك ما تقدرش انا ما نفهمش انا واحد يخرج يعني وتعرفوا يعني الناس، كاين ناس يعرفون يعني بيرسونالمون جو نسوي با ان برو غوفرنمون، انا الناس يعني ما رانيش موافق مع كاع واش راه يجي من الحكومه الجزائريه، بصح نفرق ما بين حكومه والدولة الجزائرية. يعني صنع غير نعوه، يعني تقدر تكون عندك خلافات يعني ظرفية أو خلافات عميقة ولا ربي سهل عليك، بصح كونت يساجي دو لا باتري، كونت يساجي من المصالح العليا للوطن، أنا مع الجزائر ظالمة ولا مظلومة، يعني ما دون تو لي كا راني مع الجزائر. علاه؟ باسكو هذو الناس هذو المراريك هذو اللي يدافعوا عليهم هذو الخونه هذو اللي يقولوا راهم جزائريين، لو بوت تاعهم سي كسر الدوله الجزائريه، ما راهمش يعني عقاب نظام ولا الاخر، هم حابين يكسروا الدوله الجزائريه. اي بوركوا هم حابين يكسروا الدوله الجزائريه؟ لانهم يعني للاسف يعني يسيماجين اون كومبيتيسيون، يعني راهم شايفين رواحتهم حابين يكونوا يعني قوه اقليميه، راهم غير في مخهم اللي كاين لا كومبيتيسيون، الوغ كي با دو ماتش. يعني الناس يعني الخبراء العالميين والناس اللي تعرف المنطقه، يعني كي يجي الوفد الامريكي يجيب الجزائر قبل ما يروح المروك. يعني بون اون با فير يعني اون ديمونستراسيون باسكو سا دوك القوة الإقليمية الوحيدة اللي في المنطقة هي الجزائر، ما كان لا مروك لهم يحزنوا في كل المجالات. وروحوا شوفوا يعني لي زانديس يعني دو ديفلوبمون هومان، الناتج الخام، لو نومبر دو ميدسان باغ هابيتون، لو نومبر دو لي دوبيتو باغ هابيتون اكسيتيرا اكسيتيرا، يا با ماتش. يعني اي لو فات دو سكومباري او ماروك ايت اون انسولت اون سوا بور الجيري، داكور. دوك هذو الناس يعني هم حابين يكونوا قوة إقليمية، إلى سول فاسون بور دو دوفونيغ قوة إقليمية هي كسر الدولة الجزائرية، ما عندها حتى علاقة بالنظام. إي سي سا سكو لي جون نو كومبخان با، يعني تكون معارض الله يعني ما عنديش مشكلة أنا واحد مع معارض شريف عنده ديزيدي تاع التغيير، ما عجبوش تبون، ما عجبوش الآخر، عنده يعني فو أبورتي أن بلوس، اللهم بارك، ما عندناش مشكل، اللهم بارك. جو سوي كيلكان جو أن ديموكرات، يعني تقدم بالبرنامج تاعك، تقدم بالمشروع المشروع يعني البروجي دو سوسيتي تاعك، روح يعني شوف الشعب، دير حمله انتخابيه والله يسهل عليك، الله يسهل عليك.
فوالا هذه وي با دو بروبليم، باش دير يعني تروح تو في يعني التخابر مع العدو وتخرج يعني حتى كان نعاود نوليو على هذاك الفيديو اللي درتو على كبير، سيتي ان غاماسي دو كونري يعني حتى حاجه يعني اللي قالها يعني تو تيتي فاكتوالمون فو، كل شيء الكذب في الكذب. يعني المروك هذا اللي دائما يخون الجزائر ودائما يتامر على الجزائر، صوره لنا شو الحمامه والجزائر غول، يعني احنا اللي نحقروهم. هذه هي دوك الجزء انا قلتها يعني كيف ييغ ان لايف مع عند خونا بروف دي زاد، يعني اونسيانمون سي لا جو كرو لا في لاشين تاعو سيتي في بروف اون فيديو، يعني الاخ جواد اللي نشجعوه على كل حال ونتمنوا له التوفيق في القناه تاعو، يعني هو وطني جزائري. دوك ماذا بكم تروحوا يعني في الفيديو تاعو في لاشين تاعو تدعموه وتشتركوا فيه، وحنا ما عندناش مشكل اون كومبيتيسيون مع بيرسون. على كل حال انا نحبوا يعني كاع لي شان باتريوت يعني يزيدوا النسبه تاع المشاهده تاعها، تزيد لي زابونمون اكسيتيرا، باسكو اون ا توس لو ميم بوت سي ديفوندر الجزائر. ومدى بكم يعني تروحوا يعني كاع لي شان، يعني ما عندي خلافات بالك ظرفيه مع واحد ولا زوج ولا اكسيتيرا اللي غلط في الكلام معايا، بما عندنا قلبي كبير ما عنديش يعني جو تيان با دو رانكون ايترنيل. وروحوا يعني القنوات تاعهم وتشتركوا في القنوات تاعهم، يعني فوالا او كونترير، باسكو القاسم المشترك ما بيناتنا هي حب الوطن، وفي هذا الظرف جوستمون يفو كونسيونيس واحد ينسى الخلافات هذو تاعو باش يسفوكاليز يعني سور لينمي، اي لينمي سي النظام الصهيوني المروكي. فوالا دوك هذا انا القراءه نتاعي هي لا ملتيبليكاسيون هذو تاع لي تريتر هذو، لازم الدولة الجزائرية يفوك سو سيزيز دو دوسي وتشوف كيفاه دير لهم. انا جو ريغريت هذا كيما وليد كبير البتية دار زعما درابو قدامو، انا جو كومبرون با كي لي ناسيوناليتي الجيريان، ما فهمتش انا سي لوي لي الجيريان انا جو سوي سويدوا، يعني ما عنديش نفس الـ يعني الثوابت انا يام Je comprends pas. Je comprends pas qu'il va être totalement le watan tag à partir d'un pays étranger où tu te laques avec le Maroc, les Sud-Jazair, où il est en train de faire une unité de notre pays. Il parle de la Sahara Occidentale. Il voit, يعني كل بوبو يعني يشوف فيهم يعني هو de toute façon il est en surcharge pondérale à كل حال. Il devrait faire un régime. Ça serait bien pour sa santé. Voilà. Donc, هذه ما voilà. أنا je comprends pas. تقدر يكون عندك خلافات مع النظام كما يقولوا هما، بصح الوطن سي نقط يعني سي لينيو روج، وحنا نطالبوا السلطات الجزائريه كاع هذو الناس يعني اللي راهم يتامروا ويطاولوا على الوطن، يفو كي دي سانكسيون، شي ديزولي يفو كي دي سانكسيون، والهيبه تاع الدوله الغوفيان كم سا، يعني هذا كاع هذو الجماعه هذو لم يبدو ان عندهم حب يعني لا مشروط للمروك، نحيلو يعني الجنسيه الجزائريه هكا كيبقى غير مروكي، هكا كيقدر يتفرغ الى حب يعني الكيان الهزيل كيان المسخ الكيان المروكي، ويقدر يعني يبوس ويروح يعبد المخنث والمنكوح يعني بكل اريحيه بدون ما يكون عنده جنسيه خلاف اللي تقدر كي بو بيرتوربي يعني في العبادات نتاعو للمخنث والمنكوح. فوالا دوك هذا جو بونس كو سي ان ميساج، يعني وان شاء الله يكون فيه اجراءات بالك اون بيتيسيون بالك مراسلات ايضا يعني دي كوريي لمن يهمه الامر، باش نوضحوا يعني وجهة النظر نتاعنا، ونتمناو على الدولة الجزائرية انها يعني تتحرك يعني في هذا الاتجاه بسرعة، لان الوقت يعني راهو ضدنا، يعني غدوة تقدر تكون فيها حرب ما على بالناش، لازم يعني نفرزوا ونصفيوا كاع هذو الخونة. هذه واحدة. ثانيا في الجزائر قلت هذه جدت عليها فيديو، وكان عندي اتصالات مع اجهزة امنية اللي عطيت لهم بعض الاسامي تاع الناس يعني اللي راهم في مناصب حساسة وعندهم زوجة تاعهم او ديليان بارونتي مع المروك، هذو ثاني لازم يعزلوهم، لازم يعزلوهم، وخاصة كاين بزاف هذو الـ SNP هذو لي سون نون باتريمون باتخونوميك، سمحوا لي
فوالا هذا تانيك نتمنى ان الدوله الجزائريه تعاود النظر في واحد القانون اللي بدلوه في اوائل التسعينيات، اللي بكري ما كانش عندهم هذو اس ام بي، ما كانش عندهم لو دروا يروحوا يكون عندهم مناصب في الجيش او مناصب في الوزارات او مناصب حساسه. في اوائل التسعينيات بدلوا هذا القانون، وحنا نتمنى ان الجزائر تعاود تراجع هذا القانون يعني بصفه فوريه باذن الله، وايضا ينحيو كاريمون ظن لو ميو سيت ينحيو لا ناسيوناليتي كاع هذو الجماعه اس ام بي، باش ايضا يقدروا يتفرغوا للعباده، لعباده المخنث والمنكوح، ويقدروا يتقربوا ليه يعني بالعبادات والهديات يعني، باسكو هما هذو المعارك يعني. فرانشمون انا جو ن بونس با كون براتيك لا ميم ريليجيون، يعني نقولوا راهم مسلمين بصح واحد اللي يعبد المخنث واحد مخنث ومنكوح يعني يركع لغير الله يبوس لي الدين داخل في طقوس العبوديه يعني ست ركعات يعني قبل ما تشوف المخنث والمنكوح. انا بون مو ما رانيش انا مفتي يعني مانيش مفتي الازهر، مي ما نقدر نقول مي براتيك با لا ميم ريليجيون كومون. فوالا هذا لو ميساج على عجاله، ان شاء الله لو ميساج وصل لمن يهم الامر، ونكتفي بهذا القدر على امل اللقاء معكم في فيديو جديد. بالقاسم يحييكم، تحيه الجزائر، تحيه الجزائر، تحيه الجزائر، المجد والخلود لشهداء الابرار، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.